يا مرحبا بكم كالعادة طبعا مليون. اليوم راح نستكمل معاكم المقطع الفلوق الأول للرحلة للتمشية. والله كانت يعني تمشية حلوة، أجواء روعة. حاولنا ندي أسئلة للشباب، ما حد قدر يجاوب، البعض يدي نص الإجابة. نتحديكم أنتم لكم يعني تجاوبوا على السؤال الذي طرحته. اذكر لي 4 صور من القرآن الكريم تبدأ بحرف التاء، اكتبوا بالتعليقات. واتمنى ان ينال الفيديو عجبكم، لا تنسونا من الاعجاب واللايك والشير. وسلام يا حبايب، نخليكم مع الفلوق. محمد عمر جايش يطلع من هنا ونطل جمال يعني يرجع عن الان تلفون والكيس حقه مزل. ايام ولي الله انت اسام. يلا اجينا يا محمد، يلا اجينا يلا يلا اتحدي. اها يلا عادي يمسل عن ولا ولا انت قادر ولا كذا. يلا اها ما شاء الله طلعت خطير يوم طرحت رجلنا ورجل كذا. يا عمر ما انتش قادر. ابن المدينة جزاك الله ما يخرب به. اخيرا وصلنا المنطقة اسمها لي الضوق هنا حدمة الشلال، حدمة اللي يعوم الناس والتجمع. مع الاجواء مع يا شيخ جمال انزل. ما شاء الله ايوه هذه جنة اللي مسمى هذه المنطقة يا محمد؟ هذه جنة أنا ما شاء الله السيل هذا هنا على الكل. احنا جلسنا به هناك لكن هو على الجنة. أسألك سؤال يا ماجد، إذا جاوب عليه جاوب. اذكر لي 4 صور تبدأ بحرف التاء، إذا جاوبت لك مبلغ مالي. ايوه واحدة بس والثاني وهذا غشش قال له تبارك ثنتين. يلا باقي ثنتين. يلا يا شيخ محمد ما قدرت الان. الشيخ عامر نزل دخل تحت الدردوش. ويا عامر يتكردف. مزرعة يا ما شاء الله. انا على الناس مستمتعين ترجع عن طول الله معي نرجع على الدرب. من تقفز؟ لينه؟ لينه؟ من اي قدم تقفزوا؟
من هذه المنطقة؟ من هذا أنا واحد والله في من جماعة بينه لأنه هنا كان أيوه كان بس كان مرتفع أيوه زعم الحين على قبل 20 سنة أوه قبل كم؟ 17 سنة أنا ونص على الجبهة التقينا من الأخ ما اسمك؟ سامي عبد المطر حياك الأخ سامي الله يحييك السؤال هو ادالي خمس صور أربع صور تبدأ بحرف التاء يلا يلا نتحدي قد يلا هي تبارك تبارك وحده تبارك الله توراة مو توراة ما كنت لي هذا يتخدر الله النور نعم مشتركين آخرين ما أقدر أجاوب الآن مع فقرة السؤال إذا عدى البياس يحصل على جائزة مالية عد هذا المبلغ معك من الآن دقيقة كم الدقيقة بدأت أيوة أنا الشيء على هذه كيف اسكن عد هكذا؟ عد عد كي عد عد 50 100 ما يلا طيب ريال كم عد المبلغ؟ قد يا لك دقيقة نعين مش يلا خلاص عد عين اسمع اسمعني هذا على 35 ريال هذه 20 هذه 20 ريال هذا قال ما اسيلها طيب هذه 20 اللي نعرفها دائما حلوه ما استطعت نعين يلا كذا نبدا معك كم مده دقيقه معك مده دقيقه معك يلا ارفع صوتك لك يسمعك 246 ايوه 505 طيب 155 ما على العد حقك اشتي لك ساعة وما استطعت ها؟ ما ما بوبياس ما تعرف واش انتم هذه الشيله الذي قام كبير اخلي شيء 10 دقائق الله لا لا نعيم مشتركين اخرين يلا عد عد ما اسم انثى الارنب؟ الارنبة لا مزمه الأرنبة يلا هذا سؤال ثاني يلا ما اسم أنثى الأرنب يلا يسألوا هذا خلاص أنتم غير السؤال غيرنا السؤال طبعا أنا قاسلت السؤال هذا من قبل والله ما اسم ما اسم أنثى الحمار دابة دابة لا مش دابة مش دابة لا حمارة لا حمارة لا ما حد دري على اصحابنا هذا محمد عمر اسمه صعبيه لا تقلب الهب انا اسالك التقينا اليوم بالمصور المبدع الاستاذ عبد العزيز شرف الدين ايوه التقينا ابو بالضوج حد ما يجلس يصور لنا التقينا اليوم بالاستاذ عبد العزيز شرف الدين اليوم نساله تحدي ثاني اذا قدرت ها التحدي الثاني هو انه يعد البياس مبلغ عد مبلغ عده اذا عد يعني كم دقائق يبس له دقيقه ها لا ابدا كان ال ما حكم سابقة ترى بسرعة ما حكم سابقة كم بكم بكم ما بكم تعد البياس بدقيقة المدة دقيقة بس كم منا عادل دبل لا لا ما أرد صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه دقيقة بعد الترتيب لا لا مش بعد الترتيب لا لا ماشي لا احنا ما رضيش بالترتيب ما رضيش هو ما رضيش بالترتيب حزر رمضان حزر طبعا هذا يشتغل بسرافه 496 اسمع 496 هذا لما يا رضوان هكذا لا لا 596 اسمع 596 يلا هي 601 311 11 61
يا ما شاء الله والأجواء هنا. هذه العدف وهذا الحجر على قد قيت ولا هنا ما شاء الله. هذه اسمها جنا. طلعنا مين نازل؟ أين الجوس هذا؟ ينطل خلك هذا ينطل بعد فترة كم له هكا؟ لو خيرات يمكن ما هي قعبشي. هنا على الجوع الآن شوف الفرسك والخوخ عين عينه ما شاء الله ما شاء الله والخوخة كذا الخوخ عينه هذا ذحين نشوفه. قال لك هذا الذي يربيه ما يخابروش لكن محمد عمر ها عيني الله ونجام ونجام فريش لبو خليتي هداء هذا على المنزل قال لك انا على جوا ايوه عمرو عمرو ولا العمر ايوه الله الله ارى 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 امانه لو تفلت السيره اني حقهم ما دينا والذري سبيجوها لا قبل ما لماذا الحين قال يتوحش علي هو عمر ايوه وين جاء عمر يا يونس يا يونس عين الحلاء ورا ورا ابتغى السيره مباشرة. نسألك سؤال حياك الله. اذكر لي اربع صور بحرف التاء. تبت يدا واحدة ايوه مغشي سنفه قلب الاسه تبارك وتبارك زيد زيد تبارك يلا تبارك ومذاني التوبة والتوبة هذا ثالث هذا مرة باقي واحدة يا جماعة ما الجائزة ذحين أربعة ما الجائزة الجائزة مبلغ مالي أو بلس من ذي بيدك ما لا بلس الله والله إني أتحدي تحدي إذا عد هذه إذا عد هذه البياس خلال دقيقة له 20,000 ريال بالزهر 20,000 ريال عدها يلا هذه 20 ما لا عد واحد اثنين لا يعني تيك يور تايم ثلاثة هاي دقيقة هاي دقيقة يا رجال والله ما نقدر خليني افرز افرز معك دقيقة انت حر كيف مشتيك امسك الان 28 استعمل من الحسابة الان 30 ثانية 15 هذه 5 وهذا 20 عد عد انت داري انو لهم الان قالهم 5 دقائق ما قدروش يرتبوا البياس ترتيب عاد قال يقدر يعدوها 45 ثانيه فجلتهم فجلتهم ما فش خلاص بسم الله توكلنا على الله متروحين من البلاد كانت رحله سعيده توكلنا عليك يا الله